فتح البوابات امام الخلفيه العربيه قال اصل الفئه الثانيه وفتح البوابات امام الخلفيه العربيه بطلعه رائعه وضعيه وبثقه قويه ما شاء الله تبارك الله تقدم وراءه على بلاك شباب يتزحم كوكب في الفئه الثانيه تنافس وراءه مع اريحا جبل حبل سليمه والدفاع من الخلف لزدون فاصوت زعيم المبين زعيم المبين بدا بتقليص المسافه شيئا فشيئا خطوه بخطوه نحو القمه هذا المرة الاصغر سنا يقارع وينافس الكبار في شوط الفئه الثانيه والمجموعه التاسعه هنا على ميدان الشهيد الشوطات زعيم المبين مازن نور يتنافس بكل قوه يطارد بلاك شباب زعيم المبين يطارد بلاك شباب من الخلف يدخل الان زعيم المبين من الخارج وبلاك شباب من السياده الداخلي الميدان والمحاوله من الخلف حامل سلايم اريحا الجبل يندفع بلاك شباب يندفع زعيم المبين زعيم المبين يروح ويبين زعيم المبين نار 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 يدفع بكل قوه زعيم المبين الخط المستقيم نار 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 زعيم المبين وبلاك شباب وريح الجبل زعيم المبين بقياده ولا اروع مازن نور صخر الصقور يلف يدور صخر الجبل لزعيم المبين انجاز كبير وشرف على السلامة.